هو فنان شباب وهو فنان شباك الاول. ما حصلت مناسبه في الحيده الا محمود كان له لسان كبير فيها. زول يعني بشارك في شارع ده من اوله لاخره. انا واحد من الناس جا غنى لي والله في عرس. الحوت للعالم لسيدة. الله يا بتمنى له كل السمح لا يضب عذاب لا ينجرح. انا بقول لي محمود انا بحبه بحب شديد والله ما بسمع غيرك بس اي حفله انا دارك الشافي لي بس ما بنرجع عليك. انا عندي دول بعرفه يا ولاد يا كان يمشي امريكا فابدا ما ماشي في امريكا ما في حفلات دوريه لمحمود عبد العزيز فهو ظل في السودان عشان يسمع محمود عبد العزيز. كان فيه كلام ما بيمشي روسيا تطلع سكك الرباط، انا جبت تحاول يعني تجرعه تصيبه برنامج زي ده، لكن هذول يعني متواضع وهذول ما فيه اي كلام، وانا بتمنى من ربنا يدي الصحه والعافيه، وكل من احد فنانين السودان بتمنى له الصحه والعافيه، جزاك الله خير. محمود بيدو فؤاد حرب على ينزع محمود يساعد الناس محمود زول خيري بيدفع كده انا دول محمود عبد العزيز بس في يوم ينزع ابو ينزع كعبي شديد انه هو الرخاوي محمود رغم المؤامرات ورغم المكايد اللي حصلت له في مشواره الطويل ده عشان يبقى عبقري زمانه في الفن السوداني وصل. تفاءلت او تنبأت من زول حيكون فنان لكن ما تخيلت ما وصل له محمود يعني ما كان في المخيله. انا الكلام ده بقوله عديل كده محمود من اولياء الله الصالحين الذين لا يعرفون الذي لا يموت يا زول. لا يا اخي زول ما بحب محمود ده احنا ده ما بنجيبه طبعا. ما بشجع محمود ده احنا ما بنتفق معه صراحه.